بمعنويات عالية أنهى فريق الحمرية لكرة القدم الناشئين استعداداته لمواجهة مستضيفه الشارقة غدا الأحد في ربع نهائي كأس الناشئين. مدرب الفريق الكابتن جمال البلوشي: الحمد لله، اللهم لك الحمد، فزنا على رأس الخيمة في ملعبهم. المباراة كانت صعبة طبعا، مجهود اللاعبين والإدارة اللي كانت مقدمة الدعم الكامل لنا. إن شاء الله عندنا مباراة مع الشارجة في ملعب الشارجة، طبعا أجين مباراة قوية، نتأمل إن شاء الله نوصل بعيد. مباراة ما راح تكون سهلة، أتمنى أن نكون محظوظين إن شاء الله في المرحلة القادمة ونتأهل إن شاء الله، والله يكتب لنا كل خير. اللاعب العنابي يقرون بصعوبة مباراة الشارقة، لكن تحذوهم رغبة كبيرة في تجاوز هذا الدور ومواصلة رحلة الكأس. السلام عليكم، باكر عندنا مباراة مهمة، ما أقول ضد الشارجة، أقول الكأس، لأن نحن هدفنا الكأس ومش الشارجة. توفيق إن شاء الله. باكر عندنا مباراة وايد وايد مهمة ضد نادي الشارجة، فإن الصعود إن شاء الله للسيمي فاينل، وبالتوفيق شباب. عندنا مباراة ضد نادي الشارجة، المباراة مهمة وإن شاء الله نفوز عليه، ما يهمنا الخصم، يهمنا الكأس بإذن الله، والفوز لنا إن شاء الله. بعد تخطي رأس الخيمة في دور الثمن، يبحث فريق الحمرية للناشئين عن العودة ببطاقة المربع الذهبي من الشارقة والاقتراب خطوة إضافية نحو الكأس الغالية.